العالم بصيحتهم وحبهم ليه، اللي هو يعني اكبر شيء الواحد طلع وهيطلع منه بكرة، وحب الناس ليه. طب بتقول الكرة، ماذا تعني كرة القدم للكابتن مسعد نور؟ كرة القدم بالنسبة لمسعد نور أعطتني كل شيء. بالنسبة لمسعد نور أعطتني الحب، طبعا حب اللي بيحب، اللي ربنا بيحبه وبيحب فيه خلقه، فده مثل قائم يعني. فأنا بعتبر إن ده أكبر شيء طلعت بيه من كرة القدم. منتخب مصر ظلم مسعد نور، تعقيبك؟ هو في الفعل أنا انظلمت في مباراة المغرب اللي كانت مقيمة على مباراة تانية، كانت مقيمة على استاد القاهرة، لأن أنا فضلت معاهم فترة المعسكر على أساس بعيد عن الصورة. فوجئت في ليلة المباراة بإشراكي، وإشراكي في مركز غير مركزي، فكانت النتيجة إن أنا ما أديتش المطلوب مني، لأن ده كان حاجة خارجة عن إرادتي، والنتيجة جت معاكسة بالنسبة للفريق القومي وخرجنا من الدورة، فعلقوا الشمع. وبيبقى في نفس الوقت الموهبة مقابل تثقيل، يعني برضو تدريب وتكتيك بالنسبة للمدرب وعمل شغل في الملعب. في النهاية بأسره انما بينط عالي كويس يعني، وبيقدر يستغلها لانه بيضرب، بيلعب بهيدرز كويس جدا. يعني ده معنى ان الهداف بالراس مش معنى طول او قصر، لا دي موهبه زي موهبة. اعتقد كالياجين في كيجن ايوه انجلترا برضه، بالرغم من قصر قامته لكن مع ذلك ان هو هداف بالراس، بيصنع من اي كره بتيجي على راسه بيترجمها باهداف يعني. طيب الضربات الثابته برضو كابتن، الفاولات اللي هي بيعتبرها ضربات ثابته على خط 18 دي بتعتبر يعني 90% بيحرزوا منها الاهداف، ودي بترجع برضو لموهبه اللاعب اللي بيصوب على المرمى. نقدر نقول هل هناك فرق بين مسعد نور اللاعب النجم ومسعد نور الانسان؟ مفيش شك، مفيش اختلاف ما بين الاثنين، لان زي ما قلت لحضرتك انا تربعت يعني النادي المصري وخدت حب جماهير من الكوره، فعشت بحب الناس سواء لاعب كره او خارج لوس انجلوس بعد دورة طوكيو 64، يعني غيبة ايام حسن الشاذلي ومصطفى رياض مثلا الشوط الثاني، ايه اللي عجبك اكتر وايه اللي ما عجبكش؟ من وجهه نظر بقى انت تخصص بقى ومع التربيه، يعني الرياضه علم عندك مش فهلوه. لا يعني هقول لحضرتك حاجه، هو يمكن الصحف كلها يعني كتبت وقالت ان الشوط الثاني كان اقوى من الشوط الاول. هو فعلا يعني في كذا حاجه يعني ممكن الواحد يذكرها، ما فيش شك ان الخطيب لعيب ما حدش ينكر موهبته ومهاراته، ما فيش شك. اجوان كتير لا يمكن معلش يمكن اللي بره بيحكم غير اللاعب نفسه، لان بتبقى شعوره غير شعور الراجل المتفرج، فهو كان بوده انه يجيب اجوان، انما برضه الفضل في تدريبك وفي نشاتك يعني ويعني بصماته. ظهوري بقى هو انا بدات في نادي بورفؤاد، نادي بورفؤاد و احد انديه الدرجه الثانيه. بدات مع مدرب كان ماسك الناشئين وعلى ما اذكر اسمه كابتن جابر موسى، والكابتن عوض عبد الرحمن وده لاعب النادي الاسماعيلي السابق. بدات على ايديهم، كنت شاب عادي زي اي شاب. سن كام سنه؟ كان عندي 12 سنه تقريبا. فنشات على ايدين المدربين اللي ذكرت اسمائهم دول، وقدروا هم يصقلوني، واخذت منهم يعني مرحله النشأ دي لغايه ما ترعرعت وانتقلت نادي الزمالك، ومن اهداف جميله جدا الواحد اتفرج عليها، وبرضه من بعض الزملاء محليا برضه. زي مين كده؟ يعني انا شفت هدف لزكريا ناصف، يعني كان جايبها من بره 18 وبزاويه يصعب على حارس المرمى انه يصدها. كان يعني هدف كان جميل صحيح، ما فيش شك يعني. ما هي المباراه او ما هو الهدف
اللي كان سبب في شهرة كابتن مسعد نور؟ هو زي ما قلت لحضرتك هم هدفين، هدف نادي الاهلي هنا في بورسعيد سنة كام؟ سنة 75، وكان الهدف ده هو هدف الفوز، كان في سابق البطل. هو بالنسبة لي بصراحة كابتن يعني هو بالنسبة لمستواي على مدى السنتين بالظبط، انا مش يعني معاكي في الرأي بتاع حضرتك، بس ده كان خارج عن ارادتي، بحيث ان انا اصبت، لعنة الاصابة جات لي يعني، وعلى ضوءها سافرت لندن واجريت عملية الحمد لله يعني. الحمد لله وشكر لله، وجيت بدأت معاهم في السيزون اللي احنا فيه دون يعني كويس الحمد لله. الوزن كان كيلو؟ انا وزني 76 كيلو. ده المفروض يعني الوزن الطبيعي لطولك مثلا؟ لا انا برضو طولي 76، بس انا المفروض 176. بس انا المفروض يعني كل ما السن بيكبر يبقى الوزن اقل. ده خلينا نسالك سنك كام سنه؟ سني 32 سنه. طب ماذا يعني الزواج للكابتن مسعد نور؟ الزواج مش لمسعد، مسعد نور ماذا تعني هذه الاشياء اليك؟ منطقه الجزاء، منطقه الجزاء بدايه الهدف. ضربات الرأس، ضربات الرأس موهبة بالنسبة للعب طبعا، مش أي يعني واحد يلعب ضربة رأس يعني. برضو تذكرنا بأبطال مسعد نور، ماذا تعني هذه الأشياء إليك؟ منطقة الجزاء، منطقة الجزاء بداية الهدف. ضربات الرأس، ضربات الرأس موهبة بالنسبة للعب طبعا، مش أي يعني واحد يلعب ضربة رأس يعني. برضو تذكرنا بأبطال غرور. لا أبدا، مفيش حد بيحب نفسه أكتر ما يعني ما بيحب حد تاني برضو. وقلنا شكلنا أحسن خط هجومي يمثل المصري، تقول إيه كابتن مسعد نور؟ أقول إن في يعني مجموعة كويسة جدا، يعني على سبيل المثال في جمال جودة الجناح الأيمن، في ممدوح إبراهيم ده بدون مسعد نور. وإينو أخباره إيه؟ إينو بيلعب في خط الوسط في الهافات يعني. بس لما نقول جمال جودة نفتكر على طول نتذكر إينو معاه. لا ما فيش شك. ماتشات في تعاون يعني. ده بالنسبة لإينو بيلعب في خط النص، هو وطارق سليمان والأشاحة.